السلام عليكم اصدقائي صديقاتي، كي بقيتو داك التخربيق اللي كيبقاو يديروا هذوك اللي كيدخلوا يديروا فيديوهات. السلام عليكم اصدقائي كدا واحبائي، ما شنو كيبقاو كيخربقوا، كيبقاو كدا وكدا، اصيرو تقاولوا. انا راه ما كنعرف لا السلام عليكم ولا سوا عليكم السلام، سيرو تقاولوا. هادشي اللي كنعرف انا، سيرو تمشيو تقاولوا. علاش؟ حيت نتوما ما بتسواوش، نتو كلكم معشر الجن والإنسي، معشر الإنسي. أما معشر الجني ما شفنا من مئة، ما شفنا معاه يربح، ودير منكم نتوما معشر الإنسي ما شفنا معاكم يخسر. حق الله. ودايرين الشو اصاحبي، دايرين الشو. شتي مازال عندي القناة صغيرة، كانت عندي القناة هي كبيرة شوية، وانا نوريكم غادي نفرش لكم غادي نفرش لكم الطابي كامل، غادي نفرش لكم شنو كاين كامل، غادي نحط لكم الطابي وكذا، وغادي نحط لكم كلشي، وغادي نفرش لكم كلشي، وغاتعرفوا كلشي. وانا قناة صغيرة مع عامل نتصل مع الريح. كي دوزتو راس العام؟ المخيل المخيل فيكم دوز راس العام، هاني دوزة في قهوة، هاني دوزة خدام، كل واحد باش دوزة. انا هو الوحيد اللي دوز احسن راس العام في العالم. حق الله، بوحدي سي كنشطح في وسط البوليس، بوليس من هنايا دايرين ستالاسيون هنا، بوليس دايرين ستالاسيون هنا، وتا شي واحد ما داير شي حاجة في راس السنة، وانا في الوسط الناس كتمشى مع الشارع هذا اللي جالس فوق قهوة، جالس مع العشرة الليل، وكل شي اللي مشغول ماشي قال لي واقف كيعاين الطوبيس، قال لي هالي دايز في الطوموبيل ديالو، هالي مهم قال لي كيعاين الطاكسي. انا الوحيد اللي في الوسط داير الموسيقى في ودني، وكنشطح وناشط وعايش بخير ومستمتع بداك الاضواء ديال داك الصطافيط. الحمد لله داك الاضواء ديال الصطافيط كتدور، البوله حمراء كتدور، وانا شنو كنتخيل داك البوله؟ ما داك البوله كتبان لي انها بحال داك اللي كيكون في الشتاء كيكون الضو كيشعل بحال هكا، وانا كنتخيلها هذيك، فهمتي؟ وعايش الاجواء، فهمتي؟ الصطافيط هنا، شاعر البوليس هنا، والبوليس هنا، وانا كنحس براسي وانا هو اللي راني في الوسط كنشطح، وزعما هادوك فهمتي بلا ما نشرح. المهم داكشي هذاك داكشي ديالي، فهمتي؟ داكشي ديالي انا. ظهري كيحرقني، علاش؟ عندي ظهري واحد الباب مفتوحه ما كنقدرش نتنفس، وعييت باش نطقها ما بغاش تطق. هنا وعييت نسكي عليها بلاص نيس 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 كتكسع. حق الله لا دابا نشوف لها شي حل. انت فقدين ما شوف، نوصيكم واحد الوصاية، شي اللي لقى راسو انه ما كيقدرش يتنفس وكيقول لك حقا كتحرقني عظامي، كيدخل لعظامي فيه الدقة فيه التنفس وداكشي، راه شوف راه ما كاين. كيقول لك المهم بلا تهلاو،